الطيبين الطاهرين. في الواقع قبل أن نبدأ أدعوكم إلى الاستماع إلى صاحب هذا المنتدى الأستاذ جعفر الشايب في كلمة قصيرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلمتي هي ترحيب بالإخوة الأفاضل الدكتور حمزة لمزيني والدكتور معجب الزهراني وبقية الزملاء على حضورهم وعلى تعشمهم عناء السفر ومشاركتهم معنا هذه الأمسية. الدكتور حمزة لمزيني شخصية معروفة وله مساهمات أكاديمية وثقافية كثيرة وله أطروحات جديدة وجريئة في مختلف المجالات وخاصة في حقل التعليم وتجديد وتطوير المناهج التعليمية. أحببنا في هذه الأمسية أن نستمع إلى إضاءاته في هذا المجال وإلى أفكاره النيرة في مجال التعليم وفي قضايا التعليم المختلفة والتي تعتبر بحق من أبرز القضايا وأهمها المطروحة على الساحة الوطنية خلال هذه المرحلة. ونرجو أن تكون هذه الإطلالات وهذه الإضاءات التي يحدثنا عنها مثار للنقاش وتبادل وجهات النظر والآراء حول هذا الموضوع المهم لما يعود بالفائدة علينا جميعا وعلى مستوى مناهج تعليمنا في المستقبل إن شاء الله. ونتشرف أيضا بحضور الدكتور معجب الزهراني وهو كاتب وناقد معروف وله مساهمات كثيرة أيضا في مجال الأدب وفي مجال الدراسات الأدبية والنقدية. يشرفون في هذه الأمسية بحضورهم وأكرر شكري لهم على تعبهم ومشقة سفرهم، متمنيا أن تكون هذه الأمسية إن شاء الله ثرية بالحوار والنقاش الجاد حول الموضوع الذي سيتم طرحه. أشكركم وأترك المجال للحديث والسلام عليكم. السلام. في الواقع قبل أن نبدأ هذه الليلة بمحاضرة الدكتور، في الواقع أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة وهي فيما يخص التعليم. صار التعليم في بلادنا الآن قضية يتناولها الإعلام المحلي والعالمي، ربما لأنه أي التعليم ارتبط في ذهن الآخر بقضايا الإرهاب والتكفير وبقطع النظر عن صحة ما يعتقد هذا الذهن وذاك. فإننا نطرح قضية التعليم باعتبارها حالة وطنية تحتاج منا جميعا أن نناقشها بموضوعية حتى نصل لنظام تعليمي مقنع لنا أولا ثم للآخرين ثانيا. وطرح موضوع التعليم هذه الليلة ليس إلا جزءا من مناقشتنا الجادة التي أجدها ضرورية لنا. وحتى لا أطيل أعرف بضيفنا الكريم وهو الأستاذ الدكتور حمزة بن قبلان بن أحمد المزيني، مكان ميلاد المدينة المنورة، العمل جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية وآدابها، المرتبة العلمية أستاذ، التخصص اللسانيات، التاريخ الوظيفي، تخرج في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض عام 1391 هجرية، معيد بجامعة الملك سعود عام 1391، حصل على الماجستير من جامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة، وحصل على درجة الدكتوراه عام 1401. رشحت رسالته لجائزة رسالة الدكتوراه المتميزة في جامعة تكساس أوستن عام 1981. عمل ملحقا ثقافيا في سفارة المملكة العربية السعودية في الصين الوطنية من عام 1405 حتى عام 1406.
وكيل كلية الآداب في جامعة الملك سعود عام 1410 إلى عام 1412، عضو هيئة التحرير في مجلة جامعة الملك سعود للآداب عام 1413 إلى عام 1415، عضو إدارة مركز الترجمة في جامعة الملك سعود منذ إنشائه في عام 1411 إلى 16 هجرية، رئيس اللجنة المنظمة للحلقة العلمية للمنهجية في العلوم الإنسانية في كلية الآداب من عام 1411 إلى عام 1415، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها من عام 1413 إلى عام 1417 هجرية، عضو في اللجنة الاستشارية لمجلة اللسانيات العربية التي سيصدرها المركز العربي للتعريب في المغرب، عضو هيئة الإشراف في مجلة علوم اللغة التي تصدر في مصر، عضو هيئة الإشراف في مجلة التواصل اللساني التي تصدر في المغرب، عمل لفترة عضواً في هيئة الإشراف على مجلة العلوم اللغوية التي يصدرها مركز الملك فيصل في الرياض، عضو اللقاء الثاني للحوار الوطني مكة المكرمة عام 1424. ولا يسعنا الآن إلا ندعو ضيفنا الكريم لإلقاء محاضرته فليتفضل. شكرا جزيلا. أرجو أن لا تصدقوا هذه السيرة الذاتية، فهذه أنا كتبتها، فهي من وجهة نظر واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذا التقديم، وشكرا لصاحب المنتدى الأخ جعفر الشايب الذي أتاح لي الفرصة للقاء هذه الوجوه الطيبة في هذا الجزء الغالي من وطننا، وهي في الواقع يعني هذه الدعوة من الأخ جعفر هو صاحب الفضل فيها. ما أدري تسمعون يعني أنا صوتي ضعيف يعني بالطبيعة يعني، فلذلك كويس، لأنه يعني هذا التواصل بين أبناء الوطن الواحد هو شيء طبيعي، ويجب ألا أن يعني نتردد في متابعة مثل هذه اللقاءات التي تجمع القلوب وتمهد وتشرح النفوس. ف يعني ليس لنا عذر في الواقع أن نتقوقع على أنفسنا، يجب أن نتواصل. وأكرر الشكر للأخ جعفر على هذه المبادرة الكريمة. من عادتي في الواقع في مثل هذا المنتدى ألا أكتب شيئا وأتحدث حديثا تلقائيا، لأنني لا أريد أن أحاضر أناس يعرفون مثل ما أعرف أو أحسن مما أعرف، إنما هي فقط تبادل وجهات النظر. وسأستفيد قطعا من ردود الفعل من الحاضرين أكثر مما سيستفيدوا من ما سأقول. بالنسبة للتعليم، في الواقع اتفقنا أنا والأخ جعفر على تسمية هذا اللقاء أو عنوان لهذا اللقاء بأنه قضايا في التعليم، لأن هناك قضايا كثيرة جدا لا يستطيع الواحد أن يحيط بها، إنما يمكن أن نتطرق إلى عدد من هذه القضايا. في البداية يعني يجب أن نعرف أن ثقافتنا لا تحبذ النقد، دائما تحبذ المجاملة وتحبذ السكوت وتحبذ أن يعمل الوقت بوصفه هو المشافي والمداوي لكثير من العلل التي نعاني منها. لكن في الواقع هذه الحساسية المفرطة أوقعتنا في خلال تاريخنا، تاريخ المحلي وتاريخ العربي وتاريخ الإسلامي جميعا، أوقعتنا فيما نعرف من مآزق أدى بنا عدم التصحيح الذي ينبع من النقد
أدى بنا إلى مآزق دفعنا ثمنها غاليا وطويلا. بالنسبة للتعليم هناك قضايا كثيرة جدا يمكن أن يتناولها الإنسان ويبدي رأيه فيها، وطبعا لا يمكن للإنسان أن يتكلم عن الجوانب الطيبة في التعليم، لأن الجوانب الطيبة في التعليم لا تحتاج إلى علاج، الذي يحتاج إلى علاج هو الجوانب غير السوية. فلدينا في التعليم في المملكة كثير من الأشياء التي يجب أن تصلح. نعرف مثلا منها كثرة عدد الطلاب في الفصل الواحد مثلا، كثير من المدارس غير مهيئة للتعليم الصحي الصحيح لضيقها ولعدم ملائمتها لأن تكون أمكنة للتعليم. نجد لدينا مثلا عدم كفاءة كثير من المعلمين، لأننا وقعنا من قبل 40 سنة في ضحية لما يسمى في يعني بعد الأزمة بين المملكة العربية السعودية ومصر في أوائل الستينيات، يعني بدأنا في إنتاج المدرسين المحليين وأنشأنا ما يسمى بالمعاهد، معاهد المعلمين. ومنذ تلك اللحظة يعني كان معاهد المعلمين بعد أن يستغرق يعني بعد أن يدرس الطالب 3 سنوات يصبح معلما وهو في الواقع في بحاجة إلى التعليم. ثم الضعف يولد ضعفا مثله، وهكذا استمر الوضع إلى الآن مع إنشاء كليات المعلمين أيضا التي زادت الأمر يعني سوءا. ولذلك فإن كفاءة كثير من المعلمين أو الكثير من المعلمين تنقصهم الكفاءة والتدريب الصحيح ليكونوا معلمين. من القضايا الأخرى أننا في الواقع يعني تعددت الجهات المشرفة على التعليم، فهناك يعني فيه البنات لهم يعني قبل سنتين هذا الوضع الذي كان عليه وما يزال مستمرا في 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 الأفكار التي تنفذ، كان التعليم يشرف على تعليم البنات تشرف عليه جهة معينة، تعليم الأولاد تشرف عليه جهة معينة، مدارس القرآن الكريم تشرف عليها جهات معينة، معاهد العلمية تشرف عليها جهات معينة، وهذا خلق في الواقع تشتتا وتشعبا في الجهة المشرفة على التعليم وفيما ينتجه هذا التعليم المتشعب. أنتج لنا هذا التعليم كثير من عوامل التصادم في مجتمعنا، ولأنها تولد عقليات مختلفة. من ناحية أخرى أيضا يعني نعرف أنه لا أدري من أين انتقل إلينا هذا التقليد أن الطلاب في الواقع منذ السنة الأولى بعد السنة الأولى الثانوية ينقسمون إلى قسمين علمي وأدبي، والأكثرية تذهب إلى المسار الأدبي والأقلية تذهب إلى المسار العلمي، وهذا ولد لدينا هذا الكم الكبير من خريجي المسار الذي يسمى الأدبي إلى الجامعة طبعا، وهم لا يتوفرون على أي مهارات أو على مهارات يمكن أن تفيد مجتمعنا الإفادة التي نرجوها. هذا من ناحية التركيب، من ناحية تركيب التعليم بنفسه. لكن المهم أيضا من الجهة الثانية هو ما يعلم لهذا الخليط من الطلاب و المسارات المتعددة في هذا المسار. في الواقع إن يعني مناهجنا منذ 40 سنة أو لنقول منذ 30 سنة يعني كأنها انحرفت عن مقصد التعليم
إلى مقصد الأدلجة أو ملء المناهج بالشعارات التي في الواقع تولد احتقانا هائلا في نفوس كثير من الطلاب. يعني حولت حتى المناهج العلمية حولت إلى شعارات نتيجة لما نعرفه تاريخيا من تدخل كثير من الحزبيين من خارج المملكة الذين خططوا للتعليم وأدخلوا فيه برامج، يعني برامج لنكون صريحين من برامج الإخوان المسلمين. وفيما بعد أصبح التعليم بدل أن يكون لتعليم مهارات أصبح لتعليم شعارات. في كثير يعني يستغرب الإنسان ليأخذ أي مادة، حتى مادة التدبير المنزلي عند البنات في الواقع تجدها موجهة هذا التوجه الشعاراتي، وهذا في الواقع يعني أثره على الطلاب والطالبات أثر كبير جدا لا يلحظه الناس إلا بعد أن ننتهي من التعليم. نجد أن هذا المسار من التعليم الشعاراتي يولد قلقا، يولد شخصيات في الواقع قلقة غير ماهرة، إنما هي قلقة لتكون أداة أو أدوات لمن يريد أن يجيشهم لمشروع من مشاريعه. وهذا الذي وجدناه في تعليمنا، يعني كثير من المشكلات تأتي من استغلال كثير من المدرسين والمدرسات لبعض هذه الشعارات المبثوثة في جنبات المناهج وخلق برنامج عملي يؤدلج الطلاب والطالبات بموجبه حتى يصيروا أدوات طيعة في أيدي من يريد أن يجعل منهم أدوات لمشاريعه. وجدنا أيضا أن التعليم في الواقع نتيجة لهذه الشعارات المناهج على كل مسألة، أن بدأت المناهج في الواقع تمدد وتضخم الأشياء التي يجب أن تؤخذ في وقت وجيز إلى أن تملأ برنامج الطلاب أو برامج الطلاب لمدة طويلة جدا. أنا كتبت مقال قبل أسبوعين عن منهج التوحيد مثلا، عن المناهج الدينية. كانت المناهج الدينية أقل عندما كنت طالبا في التعليم العام، كنا لا ندرس القرآن الكريم في المتوسط والثانوي، كنا ننتهي في السنة السادسة، وانتهينا الحمد لله مسلمين، لسنا أقل إسلاما من غيرنا. كانت المناهج الدينية تعلم علوم الدين ولا تعلم برامج حزبية يقصد منها تصنيف الناس أو خلق شخصيات مستعدة أن تأخذ مواقف عدائية من الآخر، والآخر هذا قد يكون مسلما قد يكون غير مسلم، لكنه في الواقع أن الطالب كأنه يبرمج ليتخذ موقفا عدائيا من كل من الآخرين بدون أن يكون هذا صادر عن فقه هذه الأشياء التي يدرسها. طبعا كما قلت إن هذه الشعارات لم تقتصر على العلوم الدينية، في الواقع أنها يعني دخلت في اللغة العربية مثلا، دخلت في حتى كما قلت في التدبير المنزلي. هذه الأشياء يعني هي عبارة عن إلهاء للطلاب عن ما يجب أن يتعلموه من العلوم ومهارات تنفعهم في حياتهم العملية. أصبحت الدراسة في الواقع هي لخلق أشخاص أيديولوجيين يعلمون لاتخاذ مواقف ربما تكون عدائية من الآخرين، حتى إن لم تكن عدائية هي في الواقع أفكار تصنيفية يستطيع الإنسان أن يغتني بها عن التفاعل مع الآخرين والانفتاح عليهم.
كتب الكثير عن مناهج المناهج الدينية عندنا في المملكة، وأنا لا أظن أن هذا قاصر على المملكة. أي دولة في الواقع تغلب عليها يغلب على التعليم فيها المنهج أو الروح الأيديولوجية تجد أن التعليم هو الضحية، لأنه يراد من هذا التعليم خلق في الواقع خلق جنود للمشروع الأيديولوجي المعين. هذا نجده في الدول الإسلامية التي لديها مشاريع أيديولوجية معينة، نجدها في كل الدول الشيوعية عندما كانت هناك دول شيوعية، دول اشتراكية، دول القومية، كلها تحاول أن تغير من برامج التعليم، من تحول مناهج التعليم من أن تكون تعليم مهارات لتنفع في الحياة إلى برنامج تحول التعليم إلى برنامج ينفع في خلق الأتباع. طبعا في هذا الحديث مثل هذا الحديث كان قبل 5 سنوات يكاد يكون محرما، لكن في الواقع بدأت الجهات المسؤولة عن التعليم في المملكة يعني تتنبه، إن لم تكن تنبه، لما تحتويه هذه المناهج من خطر في خلق المشكلات التي نعاني منها في الداخل وفي الخارج أيضا. بدأ التخفيف من هذه الجرعات الأيديولوجية من المناهج، لكنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تقود إلى هذه الشعارات الأيديولوجية. والذي يقارن بين المناهج التي كتب عنها الأستاذ عبد العزيز القاسم والسكران في سنة 1423 أظن أو 24، والمناهج الموجودة الآن، يجد أنه تخففت المناهج من كثير من المآخذ، لكنها لا تزال. في الواقع أنا يعني من الأشياء التي أفكر فيها دائما هو أن أي مجتمع متنوع يجب أن يعلم المناهج الدينية بحذر، لأنك عندما تعلم المناهج الدينية إما أن تكون يعني يسيطر تيار معين في تقديم معتقداته أو مسلماته ليلزم الناس بها، ولذلك هذا يخلق كثير من المواقف السلبية في العملية التعليمية. لذلك فإن تعليم الدين مثلا في أي مجتمع متعدد، وخاصة مثلا في المملكة العربية السعودية، يجب أن يكون متنبها إلى هذه الخطوة. يجب أن يكون هناك، طبعا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يسلمان أو يمجسانه، وفي رواية يؤسلمانه ينصرانه إلى آخره. معنى ذلك أن التربية الدينية هي، يمكن أن نأخذ من هذا الحديث أن التربية هي من عمل البيت، من عمل البيت وليست من عمل المدارس. المدارس هي لتعليم المهارات وليست لتعليم الأشياء المسلمات التي يجب أن لا يدخل المدرسة الطفل، يجب أن لا يصل سن المدرسة إلا وهو قد عرف هذه المسلمات. ربما أكون مخطئا، لكن أنا أحكم على نفسي أنني لا أتذكر الكثير مما تعلمته في المدارس، إن كل ما تعلمته من عن الإسلام هو وثبت في عندي هو من تعليم البيت قبل أن أدخل في المدرسة. فلذلك نحن في الواقع نظلم المنهج، نظلم البرنامج الذي يتعلمه الطالب في إثقاله بتعليم التفصيلات الكثيرة التي يعرفها الطالب قبل أن يدخل المدرسة. يعرف كيف يصلي، لا يصل الطفل السعودي سن 6 إلا وهو يعرف كيف يصلي.
هذه حتى لو لم يعرف، هذه مسؤولية البيت وليست مسؤولية المدارس. المدارس هي لتعليم المهارات التي لا يستطيع البيت أن يعلمها. لذلك فإني دائما يعني أفكر أن تعليم الدين يجب أن يقتصر على الأشياء المشتركة بين المسلمين، يتكلم عن الأخلاق، عن الأفكار الجميلة الموجودة في الإسلام، عن التسامح، عن مساعدة الآخرين إلى آخره. أما قضية أن هذه الطريقة في الصلاة هي الصحيحة والطريقة الثانية غير، هذه في الواقع أن الطالب يتعلمها بطرقه الخاصة من خلال التعامل، من خلال تعليم والديه. الذي لا يتعلمه هو أشياء عملية مثل كما قلت في الأخلاق وفي السلوك إلى آخره. فلو يعني ركز التعليم الديني على تعليم هذه المشتركات بين المواطنين، مختلف فئات المواطنين، وعلم الأشياء الضرورية للإنسان في حياته مثل السلوك والأخلاق التي تتصل بالآخرين. الدين في الواقع يتصل